مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. لأول مرة منذ سنوات طويلة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. يعني طبعا زي ما حضراتكم متابعين هذا الخبر، حابين برضو نعرف تفاصيل أكتر عنه. معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان، أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة بني سويف. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مية. الله يخليك. أهلا بحضرتك عليكم جميعا. الحقيقة دكتور، يعني طبعا زي ما حضرتك عارف القرار اللي اتخذ، احنا بس عايزين نوضح لمشاهدينا يعني المقصود بهذا القرار، وبرضو يعني حضرتك توضح لنا الناس بس عايزة تفهم اكيد يعني حالة الطوارئ بتبقى موجودة ايه اللي بيتم فيها بالضبط. طيب، هو يمكن يعني من ساعة ما اصدر فخامة الرئيس هذا القرار، هو القرار بعدم رغبته او عدم نيته او اتجاهه الى تجديد حالة الطوارئ. دي مسألة مهمة لازم الناس تبقى فهمها، ويمكن حضرتك أشرت إحنا عشنا سنوات طويلة كتير جدا تحت قانون الطوارئ أو إعلان حالة الطوارئ. طبعا في الفترة الأخيرة إحنا فخامة الرئيس أعلنت حالة الطوارئ بعد المشكلات اللي كانت موجودة في سيناء، وكان في وقت من الأوقات كان في جزء من الدولة، إنما إحنا بيحكمنا الدساتير المصرية بتقر رئيس الدولة أن يعلن حالة الطوارئ. ده ما النصوص موجودة فيه من دستور 23. الدساتير ودساتير الجمهورية اللي هي دستور 56 و58 و64 وكل هذه الدساتير أقرت هذا المبدأ. دستور 14 قال ايه؟ قال انه رئيس الجمهوريه يعلن حاله الطوارئ. طيب دي طبعا نتيجه ظروف استثنائيه. والقانون نفسه شوف من 58 لم يترك الامر يعني لمجرد قرار من رئيس الدوله. انما عاهد بيه، يبقى الرئيس يصدر القرار بعد اخذ راي مجلس الوزراء. تمام. وفقا للدستور 2014. طيب بتعرف عند الحد ده، بس عشان الناس تبقى عارفه ان المساله اعلان حد الطوارئ ليست بالمساله السهله. ولذلك حتى في الدستور بيقول انه الرئيس يعلن بعد اخذ راي مجلس الوزراء، يبلغ بها مجلس النواب في خلال 7 ايام. عشان مجلس النواب يوافق باغلبيه اعضائه. يبقى احنا هنا مسؤولية مشتركة، رئيس الدولة، مجلس الوزراء، مجلس النواب يقر هذا الأمر. الإعلان نفسه نظرا لأنه في فكرة حالة الطوارئ نفسها دي بتتضمن حالة استثنائية، مسألة غير عادية. يبقى احنا بنخرج من الظروف العادية إلى ظروف استثنائية. طبعا بنقول هنا أنه حتى لو فرض مجلس النواب كان في اجازه، يبقى في هذه الحاله يستدعى المجلس ويعرض الامر عليه عشان ياخد موافقته في خلال 7 ايام. المده هنا بتبقى 6 اشهر ثم تجدد 3 اشهر. 3 اشهر يبقى في هذه الحاله التجديد لابد ان هو يتوافق عليه ايضا من مجلس النواب، بس باغلبيه التلتين، يعني الاعلان في الاول بالأغلبية الأعضاء والتجديدات كلها بأغلبية التلتين. يبقى ده بيورينا إنه المسألة بيحكمها الدستور ومسألة يعني شديدة الإجراءات، عايز أقول شديدة الإجراءات. الدولة نفسها لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا لظروف استثنائية. يعني زي ما شفنا مثلا مسائل الإرهاب اللي حصل مثلا في 2011، واللي حصل ايضا في 1900 في 1000 في 2000 ايه في 1980 وقت اغتيال الرئيس السادات. دي كلها مسائل كانت تستدعي تدخل الدوله بانها تفرض حاله الطوارئ، عشان حاله الطوارئ دي زي ما بنقول بتعالج ظروف استثنائيه.
تمام. قانون اللي بيحكمنا قانون من سنة 58 ويتعدل سنة 72. حالة الطوارئ احنا بنقول انها حالة استثنائية. حالة استثنائية لإيه؟ هو حين يتعرض النظام العام في الدولة والأمن الدولة يبقى في هذه الحالة ممكن يبقى في هذا القرار تعلن حالة الطوارئ. حالة الطوارئ عشان كده القانون بتاع اللي بيحكم أو قانون الطوارئ زي ما بنسميه اللقاء، هذا القانون بيحدد ثلاث حالات ثلاث حالات أو تبل ثلاث أسباب تبرر إعلان حالة الطوارئ. تمام. ودي بنسميها حالات حصرية لا يجوز التوسع فيها ولا يجوز القياس عليها عشان الناس تبقى مطمنين إن المسألة يعني مش لأي سبب بتعلن حالة الطوارئ. طيب حالة الحرب فضل. كان هناك حالة حرب أو تهديد بوقوع حرب يبقى في هذه الحالة من حق الرئيس إن هو يصدر حالة الطوارئ، قرار بإعلان حالة الطوارئ. حدوث اضطرابات في الداخل، حاجة إخلال بالنظام العام والأمن العام والصحة العامة أو السكينة العامة، إخلال بس بإخلال اضطرابات بقى تؤدي يعني إلى هذا، يعني أي أمر غير الطبيعي يا دكتور، إخلال النظام في داخل الدولة، أي أمر غير ثم الطبيعي، ثم حدوث كوارث لا قدر الله أو انتشار وباء في الدولة. وده زي ما احنا عارفين انه يعني حتى في السنتين اللي فاتوا يعني صار وباء كورونا شوف بقى اثر في العالم قد ايه. مظبوط. واعلنت حالات الطوارئ وفي كثير من الدول وضعت قواعد لتنظيم المرور وتنظيم فتح واغلق المحلات، كل هذه الامور نعتبرها ظروف غير عاديه او استثنائيه. مظبوط. وبالتالي هي دي الظروف التي استدعت في اوقات كثيره ان الدوله المصريه تعلن حاله الطوارئ بس هنا ده ناخد بالنا انه الاعلان بنعتبره احنا كرجال او رجال القانون بنعتبره انه عمل من اعمال سياده يملك اصداره رئيس الدوله. رئيس الدوله مظبوط. لا معقب عليك في هذا الأمر، إنما تنفيذ حالة الطوارئ فيها ضمانات كتيرة لحماية المواطنين وحماية الدولة من الداخل. هو فعلا حضرتك عايز أقوله إنه القرار ده بعدم التجديد أو رؤية الرئيس أو قراره بعدم التجديد أو طلب تجديد حالة الطوارئ له معاني ومغازي كتير كتير يمكن الكتير يتكلم عنها بس انا عايز اشير الى حاجه والناس تبقى فاهمها انه حاله الطوارئ دي بيترتب عليها يعني كثير من تقييد الحقوق والحريات. انا عايز اقول انه قرار الرئيس بعدم التجديد يبقى رفع عندنا كثير زي ما بيقولوا كثير من الحرج، كثير من القيود اللي كانت تفرضها حالة الطوارئ، واللي احنا احيانا في اوقات كثيرة وفي ظل يعني حكم الرئيس لم نشعر بان في قيود كثيرة بتقيد، انما ناخد بالنا انه وفقا لقانون الطوارئ هناك قيود كثيرة قد تقع في ظل اعلان حالة الطوارئ. مظبوط فعلا كلام حضرتك، لان في طلب من وضع قيود على حريه الافراد وعلى حريه تنقلاتهم تعاملهم كل هذه الامور بتبقى في منتهى الخطوره، يعني وضع قيود على حريه الاشخاص في التنقل في الاقامه في المرور في السكن في الاقامه في مكان معين المرور في 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 الشوارع اللي هو حظر التجول ايوه موجود ممكن او يصدر قرار بوضع فلان او علان او اي حاجه تفاصيل كتيره فعلا معين القبض على المشتبه فيه الاعتقال كل هذه الاخذ المشتبه فيهم الخطرين على طبعا النظام العام امن عام وساقه عام والسكينه العام. مظبوط فعلا كلام حضرتك. كان حاله الطوارئ ممكن بتجيز الامر بمراقبه الرسائل والصحف وغيره يعني كل الرسائل المسموعة أو مرئية أو غيره ممكن تخضع للرقابة في هذا الشأن
لانه طبعا بتبقى زي ما بنقول حاله استثنائيه تستدعي مثل هذه الامور. العلامات المنشورات والاعلانات وغيره ممكن لازم لابد من رقابتها قبل نشرها وممكن مصادرتها بعد توزيعها. تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات. تكليف اي شخص بديه اي عمل. انت تعمل كذا. الاستيلاء على العقارات والمنقولات. عربيات فعلا ماشيه ولا بتاع ممكن الا ولا تامر بالاستيلاء عليها لنقل مواد لنقل اغذيه لنقل ادويه. يبقى تكليفات ممكن الاستيلاء على عقارات. على بيت على مدى على 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 فيلا على قصر. السلع عليه استخدام ولا حاجه لمواجهه الوباء او الكارثه اللي موجوده. دي كلها انا عايز اقول ايه؟ او انت زي التهيئ اخلاء بعض المناطق. يعني ممكن اخلاء بعض المناطق من سكانها. وزي ما قلت في فتره من فترات الدوله اخلت مناطق العريس ومش عارف ايه. يعني اللي انا عايز اقوله انه عدم التجديد رفع عن كاهل المصريين حمل ثقيل. قد يجوز ان احنا ما نكونش حسينا بيه. ايوه. بس ناخد بالنا ان احنا كان ممكن في ظل حاله الطوارئ يحصل لا قدر الله اي اجراءات صح. استثنائيه في بتقيد حقوق الافراد وحقوقياتهم. مظبوط فعلا حضرتك وحضرتك فعلا بشكل تجهيز للافراد يعني يتظلموا يطعنوا على القرارات دي وغيره. مظبوط. هذه الامور كانت موجوده. لا يعني حضرتك فعلا بشكل كبير جدا يعني وضحت لنا هذا الموضوع بشكل كبير وباستفاضه كبيره جدا وهو ده اللي احنا كنا حابين نوصله للمشاهدين بشكل كبير يعني. لحسن التعامل الاجهزه وتعاملاتها والانضباط والتدقيق. يعني مش اي حد يتقبض عليه ومش حد اي حد يعتقل. مظبوط. الا المشتبه فيهم او غيره او غيره. يبقى ده يعني الحمد لله هو فخامه الرئيس عفى المصريين من كثير من القيود التي كانت ممكن ان تقع صح عليهم. مظبوط انما يمكن من الالتزام والتدقيق في تطبيق الشرعيه وتطبيق القوانين بشكل سليم وبالتزام قوي بالمحافظة على كرامة الإنسان المصري. أنا يعني طبعا عارف دايما يعني حضرتك دايما بتفيدنا بهذه التفاصيل الأكتر ويعني أنا فعلا بشكر حضرتك على هذه التفاصيل الجميلة عشان برضو المشاهدين يبقوا على دراية أكتر بهذا الموضوع. ويعني دايما احنا واثقين في ربنا وخيرنا في القياده وان شاء الله كده نرى الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان استاذ القانون العام كليه الحقوق جامعه بني سويف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.